السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا حول الفندق المغربي الذي صنف ضمن قائمة أقدم فنادق القارة الإفريقية. احتل فندق كونتيننتال بمدينة طنجة المرتبة الثانية في قائمة أفضل الفنادق الإفريقية التي نشرها موقع بيزنس إنسايدر الإخباري الأمريكي. وذكر الموقع أن فندق كونتيننتال يقع في طنجة وقد تم تأسيسه في عام 1870، مشيرا إلى أن المناظر الخلابة للعمارة القديمة وأشجار النخيل المترامية الأطراف التي يستمتع بها الضيف هي بعض نقاط البيع في الفندق. وأشار ذات المصدر إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة على موقع الفندق على الويب، يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية ووجبة إفطار مجانية. تبدأ أسعار الغرفة من 48 دولارا حسب موقع الحجوزات. وأكد موقع بيزنس إنسايدر أن الفنادق تلعب أدوارا أساسية في كل اقتصاد، حيث توفر فرص عمل وتدفع الضرائب وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما تسهل أيضا الأنشطة التجارية من خلال استيعاب المهنيين المسافرين والعمل كأماكن اجتماعات لمختلف الأحداث المتعلقة بالأعمال مثل المؤتمرات والندوات. وجاء فندق هويك أوتيل بجنوب إفريقيا في المرتبة الأولى في قائمة أقدم الفنادق الإفريقية، متبوعا بفندق كونتيننتال بطنجة، ثم فندق ماريوت مينا هاوس بمصر، ثم فندق الجزائر بالجزائر، متبوعا بفندق غران هوليداي فيلا أوتيل بالسودان. شكرا والسلام عليكم.